مساء الخير، كيف حالكم اليوم؟ حنعمل إن شاء الله حلى تركي اسمه شكر برا بس بدون سميد، لأنه الطريقة المتعارف عليها تكون بالسميد. شغلنا الفرن، خلناه يسخن، وعندنا هنا المواد الجافة. أول شيء راح أحطها على بعض. هنا عندي دقيق، راح أحط عليه نشا وبيكنج باودر وملح، راح أخليهم على جنب ونبدأ نجهز الخلطة اللي بالعسل. في خلاط الكيك راح نحط زبدة طرية، وكل ما كانت زبدتك ريحتها حلوة كل ما كان الحلى عندك حيطلع طعمه مرة لذيذ. طيب، وعلى طول مباشرة راح نحط عليه عسل. أنا كتبت لكم مقادير في الصورة، كمان راح نحط بيضة، ولازم من البيضة، ما لها بديل. آخر شيء فانيليا، ونخلط مرة كويس إلين ما يصير عندنا قوام كريمي ويصير لون الخليط فاتح. بعد ما خلطت كل المكونات مع بعض، الحين راح أضيف المواد الجافة اللي خلطتها في البداية. طبعا في دي الوصفة يفضل أنكم تستخدموا دقيق البروتين فيه قليل، يعني من 10 وتحت، عشان في دي الوصفة إحنا ما نبغى البروتين يكون عالي. ونرجع نخلط على سرعة مرة هادية عشان ما نبغى الجلوتين يشتغل ويطلع الشكر برا ناشف. طبعا نفس الفكرة مع الكوكيز، لا تخلطوا مرة كتير الدقيق لما خلاص تبدأوا تضيفوه على الزبدة. على أقل سرعة، بمجرد ما يتجانس الخليط مع الدقيق أو المواد الجافة مع خليط الزبدة، على طول رح نوقف خلط. شايفين كيف القوام؟ بالضبط زي قوام عجينة الكوكيز. دحين بملعقة الآيس كريم أو بيدك تاخذي كور متساوية، وراح نحطه على صينية عليها ورق الخبز. بعد ما خلاص رصيتهم كلهم في الصينية بظهر السكينة، راح نبدأ نعمل زي الضرب أو زي علامة الزائد، وندخلها الفرن. مشغلته من قبل على 180 من تحت بس، إلين ما تبدأ تشقر من تحت شويتين، ولو تبغوها تحمر من فوق شغلوا الشواية شوية، بس ترى خلوكم جنب الفرن لأنها مرة بسرعة تحمر. شوفوا بعد ما خرجته من الفرن تحمر من تحت ومن فوق، ياخذ لي شوية تشقيرة وهو حار مباشرة راح نسقيه بالشيرة. بسم الله الرحمن الرحيم، تسقوه مرة كويس بالشيرة وتخلوه، يعني شفتوا دي الشيرة تتكب في الأرض، تخلوها هتشربها الشكر برا. خلاص بعد ما حطينا الشيرة حسب الرغبة، لو تحبوا تحطوا فستق مطحون، وخلاص تستنوها تبرد وتحطوها في صحن التقديم وبالعافية. ترى مرة مرة لذيذ. من فين تعرفوا؟
دائما اصور لكم، حتى لما نروح السوبر ماركت اي دقيق تشتري اقلبيه كده في الجنب، هنا حتلاقي نسبه البروتين. شوفيها مكتوب بروتين 12. للكيك، للكوكيز، للشكر بارا اللي سويناه امس استخدم بروتين، هنا يكون مكتوب 10 جرام واقل. ووفل بلجيكي، العجائن اللي نحتاج يكون فيه الجلوتين قوي استخدمه اللي يكون 11.7 وفوق. فهذا اقوى شيء في السوق دحين،